تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل للأخبار. ومشهد اليوم يفتح على الجنوب اللبناني حيث مقر حزب الله، أيضا ينفتح على الجبهة السورية التي يعمل فيها مقاتلو حزب الله مع النظام السوري ضد المعارضة وضد الجماعات الأخرى في سوريا. تصاعدت مؤخرا التصريحات المتبادلة بين كل من حزب الله وإسرائيل. الأخيرة ترى أن هذا الحزب بدأ يكتسب خبرات جديدة تجمع بين القتال الميليشياوي والقتال النظامي، وذلك من خبرته الأخيرة التي اكتسبها في الحرب السورية. بدأت إسرائيل تقول إن أيضا هذا الحزب الذي يقطن أو مركزه في الجنوب اللبناني بدأ يحوز أسلحة من نوع جديد قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي، وهو ما أكده الحزب أيضا الذي قال إنه يملك صواريخ قادرة على الوصول إلى المفاعل النووي الإسرائيلي، وأيضا مصانع الأمونيا ومراكز تكوينها الغاز الخطير جدا في إسرائيل. هذا التصاعد دفع بالبعض إلى الاعتقاد أن حربا قادمة بين كل من حزب الله وإسرائيل ستكون طبعا حربا بالوكالة لأطراف خارجية أولاها إيران، وبالطبع سوريا ستكون مطلعة فيها بصفة حزب الله هو أحد أذرع النظام السوري في الداخل اللبناني. حول إمكانية قيام هذه الحرب بين حزب الله وإسرائيل مرة أخرى بعد حرب 2006، وإمكانية ومن هو الفائز ومن هو الخاسر فيها، وماذا ستكون أو سيكون مستقبل المنطقة إذا قامت هذه الحرب، ستتمحور هذه الحلقة من حلقات برنامج المشهد اليوم، والتي يشرفنا فيها الدكتور منصور عبد الوهاب المحلل السياسي المتخصص في شؤون الصراع العربي الإسرائيلي. مرحبا بك دكتور منصور، واسمح لنا مشاهدين نتابع معا هذا التقرير حول إمكانية قيام حرب بين حزب الله وإسرائيل مرة أخرى، ونعود بعده لبدء التحليل والمناقشة حول هذا الموضوع، فكونوا معنا. مجموعة من التهديدات والرسائل المباشرة لإسرائيل حملها خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله خلال الذكرى السنوية الأولى لمقتل القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين. رسائل يراها كثيرون أنها تؤكد على أن حزب الله ما زال يتمتع بأريحية على المستوى الداخلي في لبنان وعلى المستوى الخارجي في معركته في سوريا. نصر الله هدد قائلا إن أي مواجهة مقبلة مع لبنان ستكون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. هو أعلم أن أي مواجهة مقبلة قد تكون داخل الأرض الفلسطينية المحتلة. أن يكون هناك مكان بمنأى لا عن صواريخ المقاومة ولا عن أقدام المقاومين، فيعرف ذلك. في المقابل يرى المراقبون أن الاحتلال الإسرائيلي يأخذ تلك التهديدات بجدية، مشيرين إلى أن ذلك يعد تهديدا حقيقيا لهم. وكانت صحيفة هارتس الإسرائيلية قد نشرت الأسبوع الماضي أن إسرائيل تعتزم إقامة سياج حدودي جديد على امتداد الحدود مع لبنان. وذكرت الصحيفة أن ارتفاع السياج سيصل في بعض المناطق إلى 6 أمتار، والهدف منه منع عمليات التسلل من لبنان إلى الاحتلال الإسرائيلي. كما أضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن الجدار الذي تقيمه إسرائيل على الحدود مع لبنان دليل على هزيمتها، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي اكتشف أن إجراءاته هشة، لذا سارع إلى بناء جدار على الحدود اللبنانية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وكما تابعنا هذا التقرير وهذه التهديدات من قبل السيد حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني بنقل معركة هذه المرة
إلى الداخل الإسرائيلي. نعيد الترحيب أيضا بالدكتور منصور عبد الوهاب المحلل السياسي المتخصص في شؤون الصراع العربي الإسرائيلي. هل نحن أمام فرقعات في الهواء أم أننا أمام بوادر مواجهة جديدة بين حزب الله أو بين الأطراف الداعمة له وبين إسرائيل؟ يعني بطبيعة الأحوال في هذه المنطقة وبطبيعة العلاقة بين حزب الله وإسرائيل، من الممكن أن يؤخذ ما حدث من تصريحات من الجانبين على الاحتمالين، أنه في أحيان كثيرة تستخدم الفرقعات الإعلامية لتوصيل رسائل معينة، ومن ناحية أخرى لا يمكن أن ننفي تماما احتمالية حدوث أي مواجهات بين الطرفين. لكن هل حدوث أي مواجهات بين إسرائيل وحزب الله هل ممكن أن تكون في القريب العاجل؟ أنا بعتقد لا. ليه؟ الخبرة السابقة مع حزب الله آخرها كان 2006، وكانت هزيمة لإسرائيل مع تحطيم البنى الأساسية تحتية في لبنان كاملة، واتضح لإسرائيل أن مواجهة حرب الميليشيات وحرب الشوارع ما ينفعش مع إسرائيل. إسرائيل تفضل دائما أن تتعامل مع جيش نظامي عارفة حجم قواته، عارفة تستخدم أسلحتها بشكل محدد. نرى التفوق النوعي اللي بتتمتع به في الطيران والمدفعية والقوة الصاروخية وما إلى ذلك من أسلحة تقليدية، ولكنها عرفت تماما أن الحرب تحسمها الأرض، السيطرة على الأرض. السيطرة على الأرض عسكريا، عندما تقول أن إسرائيل احتلت جنوب لبنان يبقى تقعد في جنوب لبنان فترة من الزمن. إسرائيل في 2006 قعدت 34 يوم لم تستطع أن تسيطر على مساحة معينة من جنوب لبنان لمدة 4 ساعة. كانت سيطر على المنطقة تتضرب ترجع تاني وترجع تاني تحتلها تاني يوم الصبح وما إلى ذلك. فبالتالي طبيعة المواجهة بين الطرفين هي مواجهة في معادلة صعبة. هذه المعادلة تضر إسرائيل أكثر ما تضر حزب الله. ليه؟ حزب الله ليس جيش نظامي لديه قواعد صاروخية أو ثابتة أو طيران أو مدفعية ثابتة أو ما إلى ذلك، أو حتى قوات بحرية معلومة للجانب الإسرائيلي. فمعظم شغل حزب الله تحت الأرض، فبالتالي إسرائيل تواجه المجهول عندما تحارب حزب الله. فما بتليش قدام غير الشمال اللبناني ودك بيروت حتى يصور الشعب اللبناني على حزب الله من ناحية، ومن ناحية ثانية أنه تثبت من عزيمة حزب الله، وده ما بيحصلش. من ناحية أخرى حزب الله يعلم جيدا أنه الأوضاع في المنطقة النهاردة غير الأوضاع في 2006. النهاردة الأمريكان أعلنوا تحالف دولي لمحاربة داعش، اللي هو أصلا صناعة عربية أمريكية، يعني أموال عربية، وفي نفس الوقت هو إعداد وتسليح أمريكاني ودولي. يعني داعش دي ما جاتش من فراغ أو ما تكونتش جوه سوريا. لأول يعني نرى هذا التحليل، هو داعش تنظيم داعش وقبله القاعدة هي بالفعل صناعة عربية أمريكية. طبعا بتعاون مع العرب يعني. طبعا بص حضرتك، والجميع يشتكون من أنهم مهددون. بص حضرتك، الأمريكان والغرب لا يمكن يصرف مليم على حاجة بتحصل في الشرق الأوسط. كل ما يحدث في الشرق الأوسط بأموال عربية بخبرة أمريكية وأهداف أمريكية، وللأسف هذه الأموال العربية التي لا توجه للشعوب العربية ولا توجه للاستثمارات ولا توجه لمجاعات موجودة في كثير من البلدان العربية زي الصومال وموريتانيا وغيرها وغيرها وغيرها، لكن في النهاية أنا أدمرك بأموالك وأجرب سلاحي وأنعش خزائني وأنعش مصانع سلاح وأنعش مراكز. طب دعنا نقف عند هذه النقطة تحديدا. يعني إذا قلنا إن الولايات المتحدة مستفيدة من وجود تنظيم مثل تنظيم داعش في المنطقة العربية، ما الذي تستفيده الإدارات العربية من هذا التنظيم؟ بص حضرتك، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة عيشتنا في رعب الفزاعة الإيرانية، واستمرت مسألة السلاح النووي الإيراني لفترة طويلة، وبهذا السبب أخذت كثير من الأموال من السعودية ومن دول الخليج كاملة. نعم. وأنشأت قواعد عسكرية في هذه الدول. نعم. وهذه الدول اشترت من الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة بمئات المليارات من الدولارات، بما ينعش
مش الخزينة الأمريكية، تجديد مصانع الأسلحة واستمرار إنتاج السلاح وتجربته على أرض الواقع. أنا ما بعمل سلاح محتاج أجربه، فعندنا منطقة جاهزة بنجرب فيها السلاح اللي منطقة الشرق الأوسط. نرجع تاني سؤال حضرتك المهم اللي هو إيه؟ يعني ما الذي تستفيده الأنظمة أو الإدارات العربية من وجود داعش في المنطقة وما فعله فيها حتى الآن هذا التنظيم الإرهابي؟ بص حضرتك، كثير من الإدارات العربية ترى يحدث هناك من النوع من التماهي بين أهدافها وما يجور في خيالها مع ما يقول في خيال هذا التنظيم. فبالتالي هذا التنظيم نشأ أساسا بأموال عربية لم يصرف عليه من الغرب ولا مليم، كل ما صرف عليه كان من دول عربية ومعروفة، يعني ما هيش أسرار. لكن متى قوي هذا التنظيم ومتى ظهر على السطح كقوة؟ نقول اليوم أن هناك تحالف دولي لمحاربتها. عندما انتهت الفزاعة الإيرانية في عهد باراك أوباما، طلع أوباما بتصريح وقال لدينا تنظيم داعش وسنواصل الحرب ضده لمدة تزيد عن 20 سنة. فبالتالي هم في حاجة دائما. وقبل الفزاعة الإيرانية كانت القاعدة، موجودة، ويمكن مسألة القاعدة مرتبطة أكتر بأنك تشوه الدول العالم الإسلامي والإسلام، ربط أي عمليات إرهابية في العالم بالإسلام بعد 11 سبتمبر بصفة خاصة. ومن هنا بدأ الزخم الدولي في حرب ما يسمى الإرهاب بين قوسين الإرهاب الإسلامي. في النهاية الغرب دائما والولايات المتحدة الأمريكية في حاجة إلى وجود فزاعة دائمة في مناطق محورية في العالم، وخلينا مركزين على منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط. بعد أن تنتهي الفزاعة الإيرانية تطلع فزاعة داعش. فزاعة داعش لو قلنا هل الأمريكان والتحالف الدولي يقدر يخلص عليها؟ يقدر يخلص عليها، لكنه لا يريد الانتهاء منها سريعا. هو لماذا؟ لأن تنظيم داعش بما يحدث اليوم هو وسيلة من وسائل تنفيذ مخطط تقسيم، إعادة تقسيم الوطن العربي، بحيث لا تصبح العراق العراق التاريخي التي نعرفها ولا تصبح سوريا التاريخية. هذا كل هذا بمباركة عربية؟ طبعا مباركة عربية. عندك كان في هناك دول عربية، وده غير انخلاف بين مصر وبين إحدى الدول العربية الكبيرة حول الوضع في سوريا ممكن يضار إزاي. مصر كان ليها منهج ثابت، الحفاظ على الدولة السورية، وأن الشعب السوري هو اللي يختار من يحكمه في النهاية. بعض الدول العربية كانت ترى أن بشار لازم يمشي. أنا لا يعنيني ومصر لا يعنيها بشار الأسد كبشار الأسد، لكن يعنيها بقاء الدولة السورية، وألا تصبح دولة سورية مجموعة كانتونات مقسمة عرقيا ودينيا، فبالتالي تضيع ملامح الدولة السورية. كذلك نفس الوضع في العراق. فبالتالي بعض الإدارات العربية تساعد الولايات المتحدة الأمريكية وتساعد بعض العناصر الدولية في إعادة تقسيم المنطقة من جديد. إحنا كنا جزء من هذا التقسيم. وأول حاجة قلتها قبل كده في برنامجه. إذن المشروع الذي يتم التحدث عنه ويتم التهديد به من أن الغرب له رؤية سايكس بيكو جديد في الشرق الأوسط هي صحيحة، ولكن أنت أضفت إليه غير آخر، أن العرب أن هذا المشروع يتم بمساعدة العرب أنفسهم. بص حضرتك، لا يمكن أن يحدث شيء في دولة عربية دون مساعدة الدول العربية المجاورة والمحورية. مصر قدرت تقف بقواتها المسلحة وبشعبها ضد فكرة تقسيم، لأن كان المخطط لنا أيضا تقسيم، أن تنفصل شبه جزيرة سيناء عنك، أن يبقى عندك شمال وجنوب، يبقى عندك غرب، وده كان المخطط الموجود مع ما يحدث في ليبيا. فبالتالي ثورة 30 يونيو في 2013. طب لماذا لم نرى هذا المشروع مثلا يعني في ليبيا، وهي دولة تقريبا ليس لها جيش وليس لها أي نوع من أنواع الدفاعات؟ نحن نرى العكس، نحن نرى الغرب ونرى الولايات المتحدة مهتمة جدا بتوافق الأطراف الداخلية حتى تكون ليبيا موحدة، مع أن من السهولة بما كان والآن وفورا أن تقسم ليبيا على أساس قبائل. لماذا لم تقسم؟ سؤال حضرتك جميل ومحوري يعني بيجي في الصميم للموضوع. تقسيم ليبيا وما يحدث في المنطقة كان مرهون بوقوع مصر. فبالتالي إذا وقعت مصر وحصل التقسيم اللي كان مخطط ليه،
كان من السهل جدا حضرتك قلته كان طبيعي جدا ان ما ان ليبيا تتقسم، ان السودان قسمت بالفعل شمال وجنوب، انه سوريا والعراق، السعوديه نفسها الدور عليها، اليمن وما الى ذلك. فبالتالي ما منع المخطط الاساسي في ليبيا هو قوه الدوله المصريه، انك انت اليوم الدوله المصريه تلعب دور محوري وكبير في رأب الصدع الليبي، في تجميع الفرقاء الليبيون على مائدة المفاوضات والوصول إلى حلول. بالتالي أنت ليك دور حتى هذه اللحظة، والرأي العام لازم يدرك أن الدولة المصرية عادت مرة أخرى تلعب دورا محوريا في المنطقة. مش بقول الكلام ده عشان أنا في التلفزيون المصري أو أنا بأداهن القيادة الموجودة حاليا أو ما إلى ذلك، لا هذا واقع. قوة الدولة المصرية حاليا منعت تقسيم ليبيا، وكل المحاولات اللي بتتم الآن طيب قوة الدولة المصرية. كلامك صحيح تماما. لماذا لم تمنع قوة الدولة المصرية من يعني تقسيم السودان وهو أهم بكثير لمصر من ليبيا؟ سنترك الإجابة عن هذا السؤال بعد هذه المدخلة من السيد فيصل عبد الساتر المحلل السياسي اللبناني. مرحبا بك سيد فيصل. هذه الطرحات الأخيرة وهذه التهديدات المتبادلة بين كل من حزب الله وإسرائيل، هل بالفعل تؤشر لبداية بوادر حرب أم أنها نوع من الردع الابتدائي حتى لا تحدث حرب بين الطرفين؟ هذه الاستضافة مساء الخير لك ولكل المشاهدين لبيتك الكريم. طبعا لا يخفى على احد ان الحرب لا تزال قائمه بين المقاومه وحزب الله يعني بطبيعه الحال والعدو الاسرائيلي. هذه التهديدات انما هي ايضا مؤشر على استمرار هذا النوع من العداء القائم على خلفيه القضيه الاساسيه وهي القضيه الفلسطينيه، وان المقاومه اللبنانيه فرعها الأساسي وهو حزب الله لم يعترف ولن يعترف بأي شيء له علاقة بأن تصبح إسرائيل دولة معترف بها أو دولة وكيان يمكن أن يتآلف معها أي من الدول المجاورة. وعلى صعيد المقاومة هي لا تريد تكون خارج ما يسمى يعني الوضع الموجود في المنطقة، لكن على الأقل فيما يعنيها بشكل مباشر أن العلاقة الوحيدة ما بينها وبين العدو الإسرائيلي هي علاقة القتال وليس أي شيء آخر. طبعاً إسرائيل في كل هذه المراحل تمارس ابتزازاً مكشوفاً على كل الصعود، على المستوى الدولي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الرسائل المتعددة إلى الداخل اللبناني، من أنها سوف تقوم ب ضربة معينة أو تنفيذ ضربات معينة للمقاومة في لبنان، لأنها تريد من القرار الدولي 17-01 الذي صدر بعد حرب 2006 أن يتحول إلى قرار يلجم المقاومة ويعني يحد من نشاط المقاومة بأي شكل من الأشكال، وهذا ما لا تقبله المقاومة على الإطلاق. المقاومة قبلت 17-01 لكنها بالتأكيد لن تقبل بأن يصبح هذا القرار وكأنه تأمين لأمن إسرائيل على حساب السيادة اللبنانية. من هنا كل هذه التهديدات والتهديدات المتبادلة ما بين حزب الله والعدو الإسرائيلي لها علاقة بهذا السياق، والمؤشرات الأخيرة تدل على أن الإسرائيلي الذي يهدد هو الخائف وليس المقاومة التي تخاف من هذه التهديدات. إسرائيل تخشى على كيانها من فصيل كحزب الله خاض مع حربا في 2006 لم تنتصر فيها ولم تستطع أن تسيطر على الأرض، ولكن هل يتحمل الداخل اللبناني، هل الوضع اللبناني الآن يتحمل قرارا كهذا إذا اتخذ فرديا حزب الله، أم أن رأب الصدع السياسي اللبناني سيحول دون اتخاذ حزب الله قرارا خطيرا كهذا مع نفسه دون لجوء إلى الفصائل الأخرى أو القطاعات السياسية الأخرى اللبنانية والتي حدث توافق بينه وبينها؟ يعني أولا حزب الله ينطلق من مبدأ الدفاع وليس من مبدأ النزوح. ثانيا الدفاع عن الأرض وعن السيادة وعن الوطن
لا يحتاج إلى قرار هذا الفصيل أو ذاك الفصيل. هذا يحتاج إلى مبادرة. ما دامت المقاومة موجودة بضم البيان الوزاري الحكومي أو لكل الحكومات التي تعاطت على الحكم في لبنان، هذا يعني أن المقاومة وجودها شرعي ووجودها دستوري وقانوني. لكن المقاومة ليس لديها هواية بالقتال وهواية بالحرب. المقاومة هي وسيلة وليست غاية لحد ذاتها، ولذلك يجب علينا أن نفرق بين هاتين المسألتين من هذا البعد. ليس حزب الله في ورد أن يتخذ قرارا في حرب على إسرائيل حاليا، لكن حزب الله لم يكون أبدا ساكتا أمام التهديدات الإسرائيلية المتواصلة وأمام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. طيب نحن نعلم أن إسرائيل لا تأل جهدا في أن يعني تقوم بكل ما نسميه استفزازات واعتداءات وضربات، لسيما أيضا داخل الأراضي السورية حيث قامت باغتيال العديد وقصفت العديد من المراكز تحت شعار أو تحت ذريعة أن هذه المراكز أو أن هذه القوافل تنقل سلاحا لحزب الله. أما إذا صار الاعتداء في الداخل اللبناني فهناك كلام آخر تماما ويفهمه الإسرائيلي، لأنه هو من بدأ الآن بتشييد جدار إسمنتي ضخم جدا على مدار أو على طول الحدود ما بين لبنان وفلسطين المحتلة. وجهة نظرك في التدخل حزب اللبناني ورغما عن إرادة الدولة اللبنانية في الحرب الدائرة في سوريا، هو انضم لأحد أطراف الصراع بعد ثورة قامت أيا كان تسميتها، ولكنه انضم إلى الإدارة السورية التي تحارب معارضة أيضا مسلحة مدعومة بأطراف، والإدارة السورية أيضا مدعومة بأطراف خارجية. ما هي كيف رؤيتك لهذا التدخل حزب الله في الداخل السوري؟ أولا المسألة في سوريا أصبحت مسألة دولية ومسألة إقليمية وليست لها علاقة أبدا بما يسمى ثورة سورية أو شعب سوري أو معارضة سورية ضد نظام الحكم في سوريا. يعني هذا أمر بات خلف ظهورنا، وأعتقد أن مصر والشعب المصري يفهم تماما ما الذي يجري في سوريا، ولذلك كان لمصر قرارات مختلفة تماما عما ذهبت إليه بعض الدول العربية في بعض القمم العربية أو بعض المؤتمرات العربية. إذا مصر تتفهم، وأيضا الداخل اللبناني بغض النظر عن موقف الحكومة اللبنانية الذي كان يراعي ربما إجماعا عربيا في هذا السياق أو يراعي ربما يعني خاطر المملكة العربية السعودية عندما اتخذ قرارا بالنهي عن الناس، لكن أعتقد أن مشاركة حزب الله جاءت قبل ذلك، وأن مشاركة حزب الله جاءت للدفاع عن الحدود اللبنانية بعد أن أصبحت الجماعات الإرهابية على تخوم لبنان على طول أكثر من 100 كيلو متر من أقصى الشرق باتجاه الشمال لسوريا إلى يعني أقصى الشرق باتجاه الجنوب لسوريا. طيب يعني بمناسبة الجماعات الإرهابية، هل تؤيد هذا الطرح الذي تقدم به وهو طرح جديد يقول إن داعش هي ليست فقط تكوينا غربيا ولكنها تكوين غربي بمساعدة عربية؟ لا يعني أنا يعني ربما أختلف معه أيضا في طبيعة تكوين داعش، لكن يعني أعتقد أن مثل هذا الأمر هو أمر يعني وجيه جدا، إذ أن الدعم اللوجستي والدعم بكل ما لكلمة من معنى هو دعم أمريكي بلا شك ودعم أوروبي، لأن لداعش كان وظيفة أساسية، لكن العنصر البشري أساسي والفكر الذي تبناه داعش هو فكر موجود في ثقافتنا وهو متأثر من هذه السلفية التي يعني أصبحت شائعة في عالمنا العربي والإسلامي مع الأسف الشديد على حساب المبادئ السامية للإسلام التي كان ينادي بها ولا زال ينادي بها الأزهر الشريف والمرجعيات الإسلامية المتعددة سواء في النجف أو في إيران أو في كثير من الأماكن الأخرى. لكن للأسف هذا الفكر لم يعد يعني لديه القدرة في مواجهة هؤلاء، لأن هؤلاء كلما طالت لحية أحدهم 5 سنتيمترات كان بطاعته أن يؤثر عبر الفضائيات أو
مواقع التواصل الاجتماعي على فئة كبيرة من الناس بأن ما يقوله هو من الإسلام أو أنه تفسير من وجهة نظري. طب وقد طرقنا إلى هذه تحديدا، وحزب الله هو مدلج شيعيا وهو أميل وأقرب لإيران أيديولوجيا منها إلى الدول العربية السنية، هل تعتقد أن هناك مشروعا لتقسيم المنطقة على أساس أيديولوجي سيكون بمقتضى حزب الله في لبنان هو أحد الأذرع الإيرانية في هذا المشروع؟ لا أختلف طبعا معك جذريا. أولا هذا ليس رأيي، هذا طرح يقال إنه يراد للمنطقة أن تقسم مستقبلا على أساس أيديولوجي، الشيعة في ناحية، هناك هلال شيعي تدخل فيه سوريا مع إيران مع حزب الله وأجزاء من اليمن والدول الكبرى الأخرى دول سنية تقود السنة. سيدي إذا ما صحت مثل هذه التسميات أو مثل هذه السيناريوهات فهذا انتحار بملء إرادتنا عندما نصنف الأمور على هذه الشاكلة من الناحية الفكرية. أولا حزب الله ليس ذراعا إيرانيا، وحزب الله صحيح أنه حزب يؤمن بعقيدة دينية لكنه لا يمارس إيديولوجية تبشيرية ولا يريد أن يكون كذلك على الإطلاق، والواقع اللبناني يشهد على ذلك. أنا عشت الضاحية الجنوبية وهي تعتبر البيئة الحاضنة الأكبر لحزب الله، لكن حزب الله يعني لا يمارس أي نوع من هذه الإيديولوجية التبشيرية، ولو كان الأمر كذلك لسمعتم أنتم في كل وسائل الإعلام مثل هذا الأمر. ثانيا أن حزب الله حزبا وطنيا لبنانيا وهو ما فوق الوطنية إلى القومية التي تنادي بالقضية الفلسطينية كهدف مركزي وأساسي، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتحول حزب الله إلى حربة في وجه العالم العربي والإسلامي تحت شعار أنه هو شيعي والآخرون من الطائفة السنية أو من المذهب السني. أعتقد أن السنة والشيعة يتشاطران نفس الهموم وهما من نفس النبع. الإسلام هو للجميع، ليس للسنة لوحدهم وليس للشيعة لوحدهم وليس للإباضية لوحدهم. يعني نحن لماذا لا نريد أن نعترف أن هناك أيضا مسلمون من غير المذاهب؟ يعني لماذا فقط أصل القضية السنة والشيعة؟ في سنة وشيعة فقط. هذه سلطنت عمان كلها تدين بالمذهب الإباضي. هل قال أحد أن الإباضية خارج الإسلام؟ طيب العلويون هم من المسلمين. الإسماعيليون في اليمن أو في باكستان أو في الهند هم من المسلمون، إلا إذا كنا نريد والأكراد هم مسلمون أيضا. والأكراد هم من المسلمون السنة. لكن عندما نريد أن نحول القضية إلى مثل هذا الأمر أن إيران تسعى إلى أدلجة الشيعة في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي، يا سيدي هل يستطيع النهر أن يحل ماء البحر؟ هل يستطيع النهر أن يحل ماء البحر؟ الشيعة في هذا العالم العربي والإسلامي هم كالنهر أمام البحر الذي نسميه البحر السني، لكن هذا البحر السني هل هو على إرادة واحدة وهل هو على نية واحدة؟ طيب رأينا أن المملكة العربية السعودية يعني بكل الفكر الذي تحمله لا 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 لا, لا, لا تقن الود لكل المذاهب الإسلامية السنية الأخرى. يعني هي لا تعترف بالشافعية والحنبلية والمالكية وغير ذلك من المذاهب، هي فقط تعترف بالمذهب الوهابي على أساس أن هذا هو المذهب الناجي الفرقة الناجية من وجهة نظرهم. الإسماعيليون ربما يدينون بهذا الأمر. قد يكون هذا يعني قد يكون هذا حسب محللين المشروع القادم بعد التقسيم على أساس سني شيعي يعني نذهب إلى المذاهب السنية ونتدخل فيها ونرى كيف نفرق المسلمين. ولا تصبح الطامة الكبرى يعني بعد أن نقسم الإسلام ونقسم الدول على هذه المبادئ. وهو أمر أنا أتمنى أن يحدث. السيد فيصل عبد الساتر نتمنى، يجب علينا أن نعمل جميعا لرفض مثل هذا الأمر
حتى على المستوى الفكري، حتى على المستوى الإعلامي. السنة والشيعة هم جسم واحد، هم من نبي واحد، من قرآن واحد، من إله واحد. فالأكثر من ذلك علينا أن نكون أيضا إلى جانب شركائنا الآخرين. وهل المسيحي هو غير يعني كلامك صحيح تماما. كان محور تعليقي والمسيحيون العرب واليهود العرب المغاربة والمصريون وفي كل مكان، الإسلام يؤمن بالديانات السماوية جميعا، وهو الدين الذي يتعايش مع جميع الأديان السماوية في سلام. السيد فيصل عبد الساتر المحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. عفوا الإطالة، ولكن أعطنا العديد من النقاط. إذا كان يعني لك التعليق. لا تعقيب طبعا. هو لما قلت أنه داعش يتم بمباركة بعض العربية، أطرح طرح، هل من الممكن الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الأوروبي يصرف مليم واحد من فلوس دافع الضرائب الأمريكية أو الأوروبية لمحاربة داعش؟ لا، قولا واحدا. وهو ما أكده لا. ترامب هو قال إن جميع الدول المنطقة يجب أن تساهم، هي بتسدد الفاتورة كاملة. ناحية من ناحية أخرى، ما أقدرش أفصل بين حزب الله أيديولوجيا وبين إيران، يعني استحالة. فكرة إنه حزب الله هو فصيل، هو حاول ضيفي في الهاتف أن ينفي طبعا رأيه احترم، لكن أنا شايف إن طبعا حزب الله لا يعمل في المنطقة منفصلا عن الرغبة الإيرانية، السياسة الإيرانية، التوجيهات الإيرانية، لأنه لو لم يكن هكذا ما مد بالسلاح ولا بالأموال ولا بأي شيء. من حاجة أخرى، هو يمدد من قبل النظام السوري، يعني من أيام حرب النظام السوري كان بيمده باللي بيدهوله إيران. يعني إيران هي المنبع لهذه الأسلحة، هي المنبع الأساسي. النظام السوري طبعا كان يمد حزب الله بكل ما يستطيع من عناصر التسليح التي يرسلها النظام الإيراني وليس النظام السوري فقط. الحاجة الثانية، حزب الله هل ممكن، حضرتك سألت سؤال مهم، هل ممكن يتخذ قرار بالحرب ضد إسرائيل بمعزل عن القوة السياسية الأخرى؟ أنا بقول حزب الله أصبح دولة داخل الدولة، إذا اتخذ قرارا بشأن هذه الحرب كما اتخذها في 2006 سيتخذ هذا القرار رغما عن القوة السياسية الأخرى في لبنان. لأنه القوة السياسية الأخرى في لبنان برضو نقول أن لبنان وضعها صعب. الدولة اللبنانية جيشها يعتبر من أضعف جيوش المنطقة، هناك دعم من المملكة العربية السعودية لسعد الحريري والجيش اللبناني، ده جميل، لكن لا يصل بأي حال من الأحوال عسكريا إلى درجة تكوين جيش يستطيع مواجهة إسرائيل على سبيل المثال. إذا أراد إسرائيل اليوم اختراق الأجواء اللبنانية والسورية والعراقية، هتعملها بكل أريحية وهي ضامنة ألا تلقى مقاومة عنيفة. من الممكن أن يطلق صاروخ من هنا أو من هناك، لكن فكرة أن يكون هناك ردع حقيقي من دول عربية اللي هي سوريا ولبنان والعراق ضد إسرائيل، ده مش موجود. يعني اللي يقول لي ده موجود أقول له عفوا، الإمكانيات العسكرية لهذه الدول لا تستطيع مواجهة إسرائيل. الحاجة الثانية، حضرتك سألت سؤال، سألتين سؤال مهم جدا قبل المداخلة التليفونية بخصوص ليبيا. طب هو التقسيم، يعني إذا كان هناك مشروعات للغرب للتقسيم فلماذا لم تدخل ليبيا؟ لأن مصر تدخلت. طب لماذا لم تنجح مصر في عدم تقسيم السودان؟ طيب أنا أقول لحضرتك، أولا ليبيا بالنسبة لليبيا جهود عسكرية مصرية، وكل فترة بنسمع أن هناك طيران مجهول قد حطم سفينة في البحر كانت تتجه للسواحل الليبية تحمل أسلحة وذخائر لبعض الأطراف المتحاربة في ليبيا. الطيران المجهول دوت مش مجهول قوي. ماشي. الحاجة الثانية، جهود الدولة ولكنه غير مؤكد، يعني غير مؤكد، لم تعلن بس في النهاية في قوة عاقلة لا تريد وصول أسلحة من قطر أو من تركيا أو من بعض الدول لأطراف معينة، أطراف معينة داعش في ليبيا مثلا. فبالتالي هذه الدول تحترم، هذا الجهد يحترم. الجهود المصرية في الجبهة الغربية عندنا في الحدود الغربية هي جهود، حتى في منذ أيام كان هناك مناورة حضرة وزير الدفاع فريق أول صدق صبحي، مناورة عسكرية للديناران المدفعية.
انت لسه محطم 15 سياره محمله سلاح والذخائر دفع رباعي على الحدود الغربيه. انت في شغل بتعمله في الغرب مهم جدا. الجهود الدبلوماسيه المصريه على مستوى الحوار مع فرنسا وإيطاليا وقبرص واليونان، انت تقوم بجهد دبلوماسي كبير جدا في سبيل انك تمنع ان الحاله الليبيه تصل الى الدرجه اللي موجوده في سوريا دلوقتي. الحاجه الثانيه، طب دعنا نضيف الى هذا المتغير، ان يعني ان كلمه الغرب يريد تقسيم ليبيا الى عده دويلات، يعني إذا أرادها فسيفعلها بالتعاون مع الولايات المتحدة. دعنا نقول إن هناك مساعدة غربية في هذا الإطار، تحديدا إيطاليا، تحديدا فرنسا، لا يريدون لليبيا أن تقسم إلى دويلات. الوقف ده هو قوة الدولة المصرية، نعم، بالتعاون مع الدولة المصرية. بص، إحنا عندنا مشاكل اقتصادية، عندنا مش عارف إيه، كل دوت أمر واقع. لكن أنت في النهاية عدت مرة أخرى ليكون لك دورا إقليميا ودوليا مؤثرا، بحيث ان حوارك مع بعض الدول الغربيه قد يكون له تاثير قوي جدا، وانا يعني اقدر اقول انا متاكد من هذا في ان ازاي الوضع الحاله الليبيه تمشي. نعم، لولا الجهود المصريه الدبلوماسيه والعسكريه ومع الفرقاء الليبيين نفسهم، انت كل شويه بتجمعهم فاتح لهم القاهره، رياده المفاوضات، شغال مع الجزائر. طب وقد نجحنا في الملف الليبي او السودان تحديدا. السودان اذا قالت السودان، اذا كانت السودان قد قالت كلمتها في ملف مياه النيل، لم تكن اثيوبيا تقدم اطلاقا على بناء هذا السد، وكان من حق مصر والسودان ان يتدخلا عسكريا لانهاء دولتا المصب. اذا اتفقتا على أن هذا السد هو مضر لهما، لم تكن إثيوبيا لديها أي مبرر قانوني لإقامة هذا السد. تقسيم السودان حصل منذ فترة، وتقسيم السودان تم بمباركة دولية ودعم غربي والولايات المتحدة الأمريكية لدولة جنوب السودان. النظام السوداني ساهم بشكل كبير في هذا التقسيم. النظام السوداني نجد أن علاقته حتى مع مصر هي علاقة طارة، تكون علاقة حميمة وطيبة للغاية، وطارة يطرأ عليها نوع من الشوائب التي تعكر صفو العلاقة الطبيعية بين الشعبين. ولسه كان وزير الخارجية موجود في السودان سامح شكري حتى يزيل غموض بعض المشاكل التي حدثت مع دولة السودان الشقيق في الأمم المتحدة. لكن هنا قوة، يعني أين قوة الدولة المصرية التي استطاعت أن تنقذ بلد في إطار الانهيار التام؟ قوة الدولة المصرية ضعيفة من 2011 تم التقسيم في هذا التوقيت. أنت الدولة المصرية عادت لقواتها من 2013-2014، هنقول 2014. في 2011 كان العالم كله ينظر إلى مصر كقبلة استطاعت أن تحقق معجزة. يعني إذا قلنا إن الدولة المصرية ضعفت بسبب ثورة 25 يناير، فهذا لم يحدث. لا أنا لم أتطرق ل 25 يناير. يعني كل من كان في المطارات الغربية في أيام هذه الثورة قاموا له. لعل تكون معي في الرأي أن الدولة المصرية منذ أحداث 25 يناير حتى 30 يونيو لم تكن بقوة كافية لتلعب دورا إقليميا ودوليا كما تلعبه اليوم. اليوم أنت أقوى، اليوم لك كلمة، اليوم أنت وقفت بأرض على قدمين ثابتتين بتواجه كثير من التحديات. أنت في 2011 كل اللي مرينا بيه حتى سنة حكم الإخوان وما إلى ذلك، ما تقوليش أن الدولة المصرية في هذه الفترة كانت لديها القدرة أنها تمنع تقسيم السودان. ورغم ذلك الدولة المصرية بتتعاون مع دولة الجنوب ومع دولة الشمال في سبيل أن يكون السودان حتى مع هذا التقسيم جنوب وشمال مستقرا، وتحاول إعادة الشمال إلى ما كان عليه في العلاقات التاريخية مع الدولة المصرية. نعم. فبالتالي الرحلات المكوكية اللي قام بها الوزير الخارجية المصري في الآونة الأخيرة كان لها هدف أساسي. ونلاحظ أن النظام الحكم الداني كل شوية، إحنا آخر مرة وزير طلع لنا الأهرامات أساسا موجود عندهم مش موجود عندنا. يعني دي كانت برضه حاجه كده من ضمن. لا تاريخيا هناك اهرامات في السودان ولكنها ليست الاصليه. يعني هناك بالفعل اهرامات، ولنا الفخر كمصر ان يكون هناك اثار موجوده. هذا يثبت ان جذور مشترك وان الدوله المصريه حدودها مع السودان.
السودان. بالطبع يعني. بالطبع. إذن أنت مع الدولة السودانية بتعمل مع الاثنين لتحقيق الأمن القومي المصري والعربي. نقلنا حزب الله والذراع العربي الإسرائيلي إلى صراع المنطقة للبقاء. الآن فيما يبدو أن اتحاد دول المنطقة أمام أي مشروع غربي أو حتى مشروع داخلي لتقسيم هذه المنطقة على أسس جديدة هو عامل حياة أو موت في الوقت الحالي. بالتأكيد. يجب أن نتحد جميعا أمام تلك المشروعات، ويجب أن نتنبه إلى ما يدور تحديدا كما قلت أنت في الكواليس في البداية، ما يعد للقضية الفلسطينية وللقضية السورية، والتي فيما يبدو أنها تكون رأس سهم. أنا عارف الحلقة خلص، بس أضيف لك حاجة صغيرة، أنه في سبيل تقسيم سوريا بنيامين نتنياهو في آخر زيارة للولايات المتحدة الأمريكية في لقائه مع مش ترامب مع باراك أوباما طلب منه ضم الجولان رسميا. ليه؟ لأنه كان يرى في عهد أوباما أن السياسة الأمريكية تذهب إلى تقسيم سوريا، وأن طالما سوريا كده هتقسم يبقى فيها أكراد وعلويين وسنة وشيعة، طب ما الجولان تبقى إسرائيلية. وفعلا عقد أول اجتماع للحكومة الإسرائيلية في الجولان. إذن الأحداث كلها مترابطة، ما يقدرش تفصل القضية الفلسطينية عما يحدث في سوريا، عما يحدث في ليبيا. فبالتالي مصر لها دور محوري في كل هذه الملفات. كان الله في عون القيادة المصرية التي تلعب على توحيد الصف الليبي، تعمل على عدم تقسيم سوريا من أخرى، تدعم القضية الفلسطينية كخيار أمن قومي مصري وعربي في النهاية. نتمنى أن تكون مصر نقطة ارتكاز لإنقاذ هذه المنطقة مما يعد لها سواء من الداخل أو من الخارج. لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة غير شكر الدكتور منصور عبد الوهاب المحلل السياسي المتخصص في شؤون أسرى العربي الفعلي. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد. غدا مشهد جديد في مكان جديد وطريق عمل جديد وموضوعات جديدة. كونوا دائما مع قناة أنيل الأخبار. إلى اللقاء.